المسعود وهو من أشهر التشهدات، وقد جاءت في الصيغ متنوعة: التحيات لله، يعني الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها كلها التحيات بالألف واللام الصغراء، يستحقها الله. كل التحيات الكلمات التي يحيى بها ويعظم ويمجد، من يستحقها؟ الله عز وجل. والصلوات أيضا، يعني والصلوات لله، التحيات لله والصلوات أيضا لله، يعني الدعوات التي يدعى بها، الله جل وعلا حق أن يدعى وحده لا شريك له. والطيبات، يعني الكلمات الطيبات أيضا يثنى بها الله عز وجل ويستحقها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام واسم الله عز وجل تدعو الله به، توسل إليه باسم السلام المسلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حياته واضح أيها النبي، وكان موجودا بعد وفاته من الصحابة من أخذ يقول السلام على النبي بدل إيش؟ السلام عليك أيها النبي. وبعض منه عمر استمر يقول السلام عليك أيها النبي. قالوا هذا أيها صحيح للمخاطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته ما زال قريبا من قلوب المسلمين، فيحق أن ينزل منزلة الحاضر فيقال السلام عليك أيها النبي. إذن هنا نقول كما جاء في الحديث السلام عليك أيها النبي، هذا السلام ليس دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والسلام أصلا يصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفي قبره كما جاء في الحديث، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالرحمة الواسعة وبركاته بالزيادة في أتباعه في سنته في أجره في ثوابه، البركة زيادة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. شوف هذا سلامك، هذا إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على من يا أخوان؟ على كل عباد الله الصالحين، حتى الملائكة، حتى الإنس، حتى الجن، حتى من تعرفهم، حتى من لا تعرفه، حتى اللي بينك وبينه عداوة من المسلمين أيضا تسلمت عليه شئت أم أبيت، شيء عظيم. واستدل بهذا وعلى عباد الله الصالحين، قال الألف واللام هذه تفيد إيش أكوان العموم، لأن قال إذا قلت عباد الله الصالحين فإنك قد أصبت أو أصاب من قال ذاك كل عبد صالح. إذن ماذا يا أخوان؟ إذن هذه آل تفيد العموم. يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد، أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر بشهادة على علم أن لا معبود يستحق العبادة لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع بين العبودية والرسالة، أي أنه عبد لا يعبد ولا يجوز أن يعبد، ورسول لا يكذب بل يصدق ويوقر صلاة ربي وسلام عليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا من مواضع الدعاء في الصلاة، وهو إيش؟ بعد التشهد وقبل السلام.